أنت فقط كائن بشري، هذا هو أصلك، هذه هي فصيلتك. التأمل غذاؤك الداخلي، هو صفاء خلايا عقلك الدقيقة، هو سلاحك الفتاك ضد الخجل والحزن والغضب والخوف. بدايتك للتأمل تعني لقائك لأول مرة مع ذاتك العليا، مع الآن المشاعر، الجسد الأثيري، حبل إسقاط النجمة. ليس العيب في الحياة، فإن العيب فينا. الحياة دائما تزرع في بطونها الشجر والزهور والفواكه. عندما تصل إلى مرحلة التأمل سوف تفعل ما تشاء بدون خجل إن كان لا يؤذي كائنات الأرض. هنا قد تكون بلغت النجوم بالاستنارة وتحيا بمؤاة من أينما كنت. سوف ترى جمال الحياة الحقيقي وأنت تتراقص مع دبدبات الكون. استلقي مستسلما في وضعية نجم البحر، ودع البحر يخبرك عن قصة القمر وكيف زينته النجوم. كلما جعلت بينك وبين التأمل حاجزا، كلما ضاقت بك الأفكار وشرد ذهنك وأخذ الغضب والأعصاب منك حصة وعصرت سمومها على قلبك، التأمل كان ولا يزال وسوف يكون بداخل كل سعيد على الأرض قد دفننا استخدامه.